عن تزايد نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في العراق وموقف الكاظم منها، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. أستاذ زياد، مرحبا بكم. يعني بعد أن أطلق القضاء سراح القيادي في ميليشيا الحاشدة قاسم مصلح بذريعة عدم كفاية الأدلة، كيف يمكن قراءة قرار المحكمة في ظل تنامي نفوذ الميليشيات؟ تحياتي لكم. يبدو بأن لحد الآن لم يدرك العراقيون ما هي اللعبة في داخل العراق، وهل كان أصلا هناك اعتقال أم توقيف مؤقت لمدة ساعات، وتم نقل السيد قاسم مصلح إلى هيئة الحشد الشعبي وهو معزز مكرم، ولم يتم سجنه ولو ليوم واحد. هذا ما جرى سيد الفاضل. أما إطلاق سراحه فهو لم يتم إطلاق سراحه، وإنما موجود حاليا في هيئة الحشد الشعبي، والصور المتداولة لقاسم مصلح غير صحيحة، إنما صور قديمة. هو موجود معزز مكرم ولا يوجد أي شيء عليه. هناك اتفاق ما بين هيئة الحشد الشعبي والحكومة على عدم نشر صور أو على عدم ترويج خبر إطلاق سراحه، وإنما موجود في داخل هيئة الحشد الشعبي بدون أي اعتقال وبدون أي تحقيق يذكر أيضا. نعم أستاذ زياد، بعد قرار المحكمة، يعني هل استطاعت الميليشيات أن ترسخ نفوذها في العراق وتؤكد أنها أصبحت فوق الدولة، لا سيما بعد حالة الضعف التي تعاملت يعني الحكومة معها مع واقع تبرئة قاسم مصلح؟ هو ليست فوق الدولة، هي تخادم ما بين الحكومة وما بين الميليشيات. لا يستطيع أحد أن يقف فوق الدولة، وإنما الميليشيات هي الدولة الآن. علينا أن نشخص الأشياء. للأسف الشديد العراق الآن دولة ميليشيات، دولة مافيات، دولة عصابات، دولة قتل، خطف، اعتقال، تنكيل، دولة مجازر، دولة مقابر جماعية، دولة مكاتب اقتصادية، دولة كوميشنات وعقود وفساد. هذه هي شكل الدولة. أما تستطيع أن تريد أن تجعل هناك منافسة ما بين الدولة والحكومة، فهذا الأمر غير صحيح سيد الفاضل، لأن الحكومة جزء من هذه الميليشيات والميليشيات جزء من هذه الحكومات المتعاقبة. هناك جناح سياسي وهناك جناح عسكري. أما الاستعراضات التي تجري هنا وهناك والمناوشات فهي لضرر رمادي في العيون لا أكثر ولا أقل، وشاهدنا مذكرات اعتقال، وشاهدنا لجان تحقيقية سوفت كلها، ولدينا 800 شهيد في داخل العراق من متظاهرين، من صحفيين، من إعلاميين. أين نتائج التحقيق؟ وأنا هنا أتحدث عن السنوات الأخيرة أو السنة والسنتين الأخيرة، لا أتحدث عن السنوات السابقة. إذا حكومة الكاظمي هي جزء من دولة الميليشيات. طيب، بكل اختصار أستاذ زياد، ولكن في كل الحوارات الاستراتيجية التي أجراها الكاظمي مع الإدارة الأمريكية في واشنطن كان ملف الميليشيات حاضرا، هل ترى أن الكاظمي قادر على تحجيم نفوذ الميليشيات؟ لا أعتقد السيد الفاضل، لأنه لا يريد ذلك، لأنه هذه الميليشيات هي من أتت بالسيد الكاظمي. هناك جناح سياسي وهناك جناح عسكري. طيب، الميليشيات جناح العسكري، الجناح السياسي الأحزاب، قائمة الفتح، قائمة البناء، بقية القوائم الأخرى، وإن انضمت لديه بعض العناصر السنية هنا وهناك فهم مجرد تكملة عدد. اللاعب الرئيسي هو إيران. إيران من اختارت، وإيران من زكت منصب رئيس الوزراء، وإيران من زكت أيضا منصب رئيس الجمهورية، وإيران من زكت منصب رئيس البرلمان العراقي وهو قاسم سليماني سابقا. نعم، الكل يعلم ذلك. فلا يوجد هناك في المفاوضات مع الجانب الأمريكي طلبات حقيقية. الجانب الأمريكي نفسه ليس جادا في إنهاء دور الميليشيات في داخل العراق، لأنه هو من قام ودعم ومد بالسلاح والطائرات تلك الميليشيات لحرق وتدمير المدن. الجانب الأمريكي لا يختلف عن الجانب الإيراني سيد الفاضل. هم دول احتلال لا أكثر ولا أقل، وتسليم وتخادم ما بين تلك الأطراف على الساحة العراقية، ونحن نذهب العراقيين وقود لهذه المعركة لا أكثر ولا أقل. نعم، يعني هذا الجواب يقودنا إلى سؤال ربما يكون مهما نوعا ما. أستاذ زياد، هل تعتقد أن الولايات المتحدة راهنت على الحصان الخاسر في صراعها مع إيران على الساحة العراقية؟
ليس لديها خسارة، هي تريد سيدي الكريم، هي تريد العراق بهذا الوضع. نعم اليوم العراق وضعه مثالي لإيران، مثالي للولايات المتحدة، مثالي لبعض الأنظمة العميلة للولايات المتحدة ولإيران. هذا الوضع العراقي هو وضع مناسب، لا يوجد صناعة، لا يوجد زراعة، لا يوجد خدمات، لا يوجد اقتصاد حقيقي، لا يوجد صناعات حقيقية، لا يوجد كثير من الأمور، لا يوجد تعليم. العراق تائه اليوم في دوامة حقيقية. هذا وضع مثالي. اليوم إذا استعاد العراق مكانته وصنع ما يريد داخل العراق، إيران خاسرة، الولايات المتحدة خاسرة، بعض الدول العميلة لهذا الطرف وذلك الطرف خاسرة. هناك من يريد بقاء العراق بهذا الشكل، هناك من يعمل ويجتهد ويدفع الأموال لجعل العراق بهذا الطرف، والدليل هناك أنظمة مجاورة للعراق تدعم هذا الطرف أو ذاك الطرف بالأموال وفي الانتخابات ودعم هذه العملية السياسية بأي طريقة من الطرق الممكنة، بل لديها تمثيل وتستقبل قادة الميليشيات في دولها. إذا هناك من يسعى إلى وضع وجعل العراق بهذا الشكل سيدي الكريم، وغير ذلك هو مجرد أحلام. نعم. عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، شكرا جزيلا لكم.